مشاهدينا الاعزاء ايها الحفل الكريم، شوطنا الرئيسي للقعدان ينطلق، وارحب بزميلي محمد بن عايض الصواب. شكرا محمد بن بريك. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، اسعد الله مساءكم بكل خير وبركه، نرحب بكم في هذا المساء وانطلاقاته ومنافساته الخاصه بسن الحقائق ومسافه 3 كيلومترات بحضور اشعارات اصحاب السمو الشيوخ والسعاده في هذا المساء. مشاهدينا الكرام، ينطلق أول أشواطنا في هذا المساء، أول أشواط الخاصة بالقعدان. نتابع هذه المسيرة، نسير مباشرة إلى أول المراكز مع السيف لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني حسين بن محمد بن سالم بن سفران من يتابع في التضمير، بينما ثاني المراكز يصل النادر لهجن الشحانية بتواجد الشبل جابر بن سالم بن فاران. ثالث الأسماء مشاهدين الكرام، وصل برق، ومن الجانب الآخر يتسلل سيلين لهجن الشحانية بمتابعة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ورابع الأسماء هنا برق لسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن فهد بن جاسم الثاني حميد بن محمود بن مرشود من يتابعه في التضمير. خامس الأسماء يصل لفان لسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن فهد بن جاسم الثاني حميد بن محمود بن مرشود يتابعه في التضمير هنا مع خامس المراكز. هكذا النداء متابعينا الكرام لمراكزنا الخمس الأولى المنطلقة في هذا الشوط الأول الرئيسي، أقوى أشواط القعدان. أعود إلى البداية، هناك من يحمل الرقم 1 السيف، السيف على الصدارة لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني حسين بن محمد بن سالم بن سفران يتابع في التضمير هنا على الصدارة وعلى البداية، بينما ثاني المراكز يتواجد النادر. النادر هنا إذن القادم بشعار هجن الشحانية بأيضا متابعة جابر بن سالم بن فاران، ولكن شوف القادم، وصل سيلين هنا القادم بشعار هجن الشحانية، ولكن أتابع القدوم، وصل سياف بشعار هجن الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فران، وهناك سيلين بشعار هجن الشحانية وبمتابعة العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. أتابع القادم هنا، وصل ملهم لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن آل عبد الرحمن الثاني، ولكن أعود هناك إلى البداية، أعود مع الكيلومتر الأخير، افتتحنا أبوابه، ولكن براق أيضا قادم لسعادة الشيخ فالح بن محمد بن فالح بن ناصر الثاني أحمد بن عبيد بن الحيمر من يتابعه في التضمير، ولكن أعود إلى مقدمة الشوط هنا مع سياف يغير على الصدارة، ينطلق على البداية، ولكن شوف القادم براق وسياف في ثنائية مشاهدين الكرام في انطلاق قوي هنا على الصدارة، ولكن الله سياف بشعري هجن الشحانية، ولكن غير، انطلق براق مع أول أشواط القعدان، براق لسعادة الشيخ فالح بن محمد بن فالح بن ناصر الثاني حمد بن عبيد بن حمد بن الحمر المري من يتابعه في التضمير هنا مع الصدارة مع مقدمة الشوط. غادر براق، ولكن شوف القادم، وصل ملهم هنا لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني، ولكن الله 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 يا البداية، براق هناك على الصدارة يظفر بناموسي أول أشواط القعدان. مشكور الحمدة عمدة المضمرين أيضا متابعة في التضمير هنا بشعار سعادة الشيخ فالح بن محمد بن فالح بن ناصر الثاني، يظفر بأول أشواط القعدان. تهانينا ناموس ثاني المراكز، وصل ملهم لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن آل عبد الرحمن الثاني. ثالث المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام من سياف لهجن الشحانية. رابع المراكز وصل مشاهدينا الكرام النادر بشعار هجن الشحانية، وخامسا كان الوصول من الفارس لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لأول أشواط القعدان في هذا
المساء الجميل وبهذه الحضور وبهذا الحضور من سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن بدولة قطر. مرحبا أبو عبد الله في هذا المساء وفي هذا أيضا في هذه الانطلاقات المسائية المميزة. نعود مشاهدينا الكرام هنا مع التوقيت الزمني ولحظة وصول براق إلى خط النهاية 4 دقائق 27 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ فالح بن محمد بن فالح بن ناصر الثاني والتهنية لحمد بن عبيد بشينان ايضا من تابع براق في هذا الشوط. ثاني المراكز وصل مشاهدينا الكرام ملهم بتوقيت زمني 4 دقائق 29 ثانية وجزء واحد من الثانيه. نهني سعاده الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن ال عبد الرحمن الثاني. ثالث المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام من سياف لشعار هجن شحانيه 4 دقائق 30 ثانية وخمس أجزاء وأربع أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لهجن الشحانية والتهنئة للشبل جابر بن سالم بن فاران. تهانينا والناموس للجميع. مشاهدينا الكرام شوطنا الثالث في هذه اللحظات على الاستعداد والانطلاق، وأرحب بزميلي محمد بن محمد الزعبي.